سعيدة بوجودي في هذا الحفل يعني بمناسبة اليوم الوطني للإعلام اللي كتقوم به يعني النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وأنا جد يعني سعيدة يعني كنشكر جزيل الشكر بالنسبة يعني النقابة الصحافة النقابة الوطنية للصحافة المغربية اللي استضافتني سألكم من بين يعني المكرمين والمكرمات في هذا الحفل هذا. ككل سنة منذ أن تم اتفاق أو سن هذا اليوم الوطني للإعلام الآن كتحتفل به الأسرة الإعلامية لأنه هو كيخلد لصدور ظهير الحرية العامة سنة 1958. فإذا احنا كننظموا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية حفل، لكن هذا الحفل هذا طبعا هو واحد الرسالة اللي كنوجهوها كأسرة الإعلام للمجتمع المغربي لكل الفاعلين باش نأكدوا على أننا احنا متشبتين بروح هذا الظهير اللي هو ظهير من أجل الحريات وظهير من أجل الديمقراطية وظهير من أجل حقوق الإنسان. وفي نفس الوقت كنكرموا العدد من الزميلات والزملاء اللي وصلوا إلى سن التقاعد الإداري طبعا، واللي هي رسالة أيضا للوفاء والاعتراف بالمجهود ديالهم الكبير اللي قدموه في واحد المهنة اللي كنعرفوا الصعوبات اللي أصلا هي تواجهها، خاصة أنهم هادو اشتغلوا ظروف اللي هي صعبة بإمكانات اللي هي ربما محدودة، ولكن قدموا عطاء كبير بفضلهم. الآن كاين هناك إعلام وصحافة. الحمد لله ليا كل شرف أن نكون مع النقابة ديال الصحفيين تبارك الله اللي عطاونا بزاف وحنا كنردوا لهم ولو القليل، وفرحت بزاف اللي جيت هنا للمسرح محمد الخامس تبارك الله قدام جمهور راقي. والجديد ديالنا ان شاء الله غادي يكون في لاتروب انا وحمزه انا وهيثم مفتاح وايكو سيف الدين واسامه رمزي في كازابلانكا لو 30 نوفمبر سبيكتاكل لاتروب، وغادي يكون ان شاء الله لو 29 هنا في هذا المسرح لو 29 ان شاء الله في ديسمبر. هذا هو الجديد، مرحبا بكم وكل واحد يعرض على العائله ديالو مرحبا. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.